السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد هنعمل فيه مع بعض بهارات الكحك او ريحة الكحك. طبعا كتير سألوني عليها، خاصة الناس المغتربة واللي مش موجودة في مصر، ازاي تطلع الكحك بتاعنا المصري الاصيل بالريحة والطعم بتاعته وهما ما عندهمش او ما فيش في المكان اللي هما فيه ريحة الكحك. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة والمكونات كلها بسيطة، هتلاقيها في اي عطارة. تعالوا بينا بقى علشان نشوف. الاول تعالوا بصوا كده شكلها، عايزة اقول لكم كمان الريحة بجد في منتهى الجمال. يلا بينا بقى علشان نشوف المكونات ونشوف هنعمل بيها ايه. ويلا بينا بقى نشوف مع بعض مقادير ريحة الكحك. هنحتاج ايه؟ هنحتاج حوالي 5 جرام من ورق اللورة، ده شكله اهو. عندنا كمان زر الورد، شمر، ده محلب، كبابة صيني، دي بقى اسمها كافورة شكلها كده، حبهان، قرنفل، وعندنا كمان قرفة. دي مقادير او دي مكونات ريحة الكحك. من كل حاجة يدوبك هم 5 جرام. تمام، هناخد بقى البهارات بتاعتنا زي ما اتفقنا، هنحطها في المطحنة علشان نبدأ نطحنها. قول تاني المكونات واحنا شغالين. يبقى عندنا الكافورة 5 جرام، الحبهان برضو 5 جرام، قرنفل، كبابة صيني، قرفة، ورق لورا، زر ورد، ومحلب، وشمر. بقى نطحنهم. هنضيف كمان ضروري جدا 3 معالق كبار من السمسم، والسمسم لازم يكون محمص. ادي 1 2، وده اللي هيدي طعم حلو قوي قوي وريحه حلوه كمان لريحه الكحك. وادي ريحه الكحك بعد ما اتفرمت او اتطحنت كويس قوي في المطحنه. بجد بقى انا مش قادره اقول لكم الريحه جميله قد ايه. طبعا البهارات لسه ريحتها قويه جدا لانها مش متسابه مطحونه مثلا وجايبينها مطحونه جاهزه، احنا عاملين كل حاجه في البيت فريحتها بجد فظيعه جدا. يلا بينا، شايفين شكلها بقى اهو. طيب هنحفظها ازاي؟ لاننا طبعا ما بنستخدمهاش كتير، هنحفظها في الفريزر، وكل ما نحتاج هناخد منها معلقه صغيره على كيلو الدقيق. ودي كانت بهارات الكحك او ريحة الكحك اللي احنا عملناها مع بعض. يا رب يكون الفيديو افادكم ونفعكم ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات تانية. اهم حاجة ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهولة. فعلوا الجرس كمان عشان يوصل لكم الفيديوهات اول باول. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.